امبارح او اول امبارح لقيت الحقيقه على كل مواقع التواصل الاجتماعي فيديو متشير ليا انا تحديدا، وانا اسف جدا ان انا شخصيا مش من نوعيه الناس اللي بتحب تعمل اللي انا هعمله دلوقتي، ولكن عايز اوري لحضراتكم قد ايه ان العقل زينه. العقل زينه. على كل مواقع التواصل الاجتماعي جابوا لي فيديو كان يوم الاثنين، شوفوا انا جبته ازاي. كان يوم الاثنين 7/5/2018. كان يوم الاثنين 7/5/2018. الفيديو ده اتعمل عليه قصه وحكايه وروايه. خليني معلش انا اسف ان انا هعمل كده لان انا ما بحبش اعمل كده الحقيقه، ولكن معلش هفكر حضراتكم وهوريكم الفيديو اللي اتعمل عليه القصه اللي موجوده على السوشيال ميديا. معلش يا سمير لو سمحت اعمل لنا الفيديو لو جاهز اتفضل. اخر خبر عندي في كشف المستور، وخدوا بالكم برضو من الكلام اللي انا بقوله عشان ما حدش يقول ان انا اشرف بن شرقي يقترب من النادي الاهلي. اشرف بن شرقي بيقترب من النادي الاهلي. يعني ايه يقترب؟ يعني لسه في مفاوضات رايحه وجايه، يعني ممكن وممكن لا، بس عشان قبل بس ما اقول اي حاجه، اقترب المغربي أشرف بن شرقي من الانضمام إلى النادي الأهلي المصري بعد مفاوضات ماراثونية أجريت مع اللاعب على مدار الأيام الماضية. من المنتظر أن يتم حسم هذه الصفقة مقابل 4 مليون دولار تحمل تركي الشيخ نصفها، فيما سيتحمل رجل أعمال مصري 1 مليون دولار ويتحمل الأهلي 1 مليون الأخيرة. تبقى العقبة الوحيدة في إتمام هذه الصفقة هي تفكير إدارة الهلال السعودي في إعارة اللاعب لمدة موسم واحد فقط، في حين يرغب النادي الأهلي في ضمه إليه بصفة نهائية. إذن أشرف بن شرقي من الممكن أن يتواجد خلال الفترة القادمة مع النادي الأهلي إذا تم الوصول إلى حل في هذا الموضوع. نادي الهلال عايز يعيره لمدة موسم واحد، ولكن هو اللاعب أو النادي الأهلي لا يريد ذلك، ولكن النادي الأهلي يريد ضمه بصفة نهائية. طيب هو هكلمكم دلوقتي في الموضوع، لكن هو الفيديو ده كان بتاريخ كام؟ حد يفكرني كده الفيديو ده كان بتاريخ كام يا جماعة؟ يوم الاثنين كان يوم الاثنين 7/5/2018 مانداي. الاثنين ده يعني المانداي لو ما حدش عارف. الاثنين 7/5/2018. هو احنا سنة كام؟ امبارح كان سنة كام؟ ولا النهارده سنة كام؟ ولا ايه؟ كام 2019؟ معلش عشان انا ماليش في الحساب قوي. النهارده 17/7/2019. وامبارح كان 16/7، كان 16/7/2019. طيب محتوى الفيديو ايه؟ محتوى الفيديو انا بقول فيه، كنت في قناه السي بي سي اكسترا الحقيقه، ما كنتش لسه جيت قناه النادي الاهلي. ف كل اللي انا قلته ايه؟ قلت يا جماعه ان في مفاوضات ما بين النادي الاهلي وما بين اشرف بن شرقي وما بين مسؤولي النادي الهلال السعودي. النادي الاهلي كان عايز اشرف بن شرقي بيع نهائي، ولكن نادي الهلال كان مصمم ان هو عايز يطلعه اعاره سنه واحده فقط ولم يتم. وساعتها حتى انا قلت في الفيديو، قلت يا جماعه يعني من هناك مفاوضات من الممكن ان تنتهي ومن الممكن ان هي لا تنتهي. ده كان امتى يا اسلام؟ ده كان امتى يا جماعه؟ ده كان السنه اللي فاتت سنه 7/5/2018، وكنت في قناه تانية خالص غير قناه النادي الاهلي خالص. يعني الصيف اللي فات النادي الاهلي كان بالفعل هناك اهتمام بوجود اشرف بن شرقي في النادي الاهلي، وخلاص الموضوع انتهى، اتقفل عليه من السنه اللي فاتت، اتقفل عليه من السنه اللي فاتت. انا مش مصدق اللي بيحصل والله. السوشيال ميديا دي غريبه جدا، فانا مش مصدق اللي بيحصل ومش مصدق الكلام اللي بيتقال. يعني يا جماعه جايبين لي فيديو من احنا في شهر 7، يعني من سنه وشهرين، وبتقولوا عليه ان انا قايله امبارح ولا اول امبارح؟ ده كلام؟ ده يرضي حد يعني يا جماعة؟ العقل زينة يعني. ده لوجو وده لوجو، لوجو قناة سي بي سي اكسترا نيوز وده لوجو النادي الأهلي، فرق كبير جدا. فالحقيقة وبعدين عمل إيه؟ ما هو أصل بتوع السوشيال ميديا دول معلمين بصراحة.
شابو بصراحة معلمين. لكن عملوا إيه تاني بقى؟ طيب أنا قلت لحضراتكم تقريبا من أسبوعين، من أسبوعين تقريبا حصل إيه؟ أنا قلت لحضراتكم الكلام اللي أنا قلته في البداية، قلت لكم يا جماعة اطمنوا ما تقلقوش، الدنيا ماشية بشكل كويس، والصفقات التي تتم في النادي الأهلي بتتم بسرية تامة جدا، مش أي حد بيبقى عارف تفاصيل هذه الصفقات. وبالتالي أنا كان عندي معلومة أو معلومتين عن صفقة أو صفقتين كانوا بينتهوا في ذلك الوقت، فقلت لكم يا جماعة اطمنوا وما تقلقوش، في خلال يومين ثلاثة هيتم الإعلان عن صفقتين مهمين. خلينا نسمع الفيديو ده برضو ونرجع نتكلم مع حضراتكم مرة تانية. وأنا بتكلم على إنجلترا، مش عارف أقولها لكم إزاي، ولكن انتظروا أخبار سعيدة، انتظروا أخبار سعيدة خلال الفترة القادمة. ده بالنسبة للنادي الأهلي، ده بالنسبة للنادي الأهلي. للأسف إن أنا في حاجات كتيرة ما بقدرش أطلع أقولها إلا ما بتبقى رسمية، لكن ما تقلقوش ما تقلقوش، الأمور ماشية بشكل جيد جدا جدا جدا، فوق ما حضراتكم تتخيلوا، فوق ما حضراتكم تتخيلوا. الأمور ماشية بشكل رائع جدا في فريق الكورة، كل الأمور منظمة بشكل جيد جدا، كل الأمور ماشية في طريقها الصحيح، كل التعاقدات اللي عايزها المدير الفني هتيجي إن شاء الله، يعني كل التعاقدات في طريقها أنها تخلص خلال الفترة القادمة، كل الأمور ماشية بشكل جيد جدا 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 علشان النادي الأهلي إن شاء الله الموسم اللي جاي ما عندوش غير تفكير واحد بس، بطولة أفريقيا، بطولة الدوري العام، بطولة كاس مصر، وبطولة السوبر المحلي والسوبر الأفريقي إن شاء الله لو فيه السنة الجاية. يعني هو ده تفكير النادي الأهلي، تفكير مجلس إدارة النادي الأهلي مع المدير الفني مع مدير الكرة مع لجنة التخطيط اللي موجودة، هو ده التفكير خلال الفترة اللي جاية. للأسف إن أنا طلعت برا المنتخب، ولكن مهم جدا جدا لأن الناس تبقى قاعدة مستنية ماذا سيفعل النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. دايما أنا بحاول، في حاجات أنا ما ينفعش أقولها وما أقدرش أقولها على شاشة قناة الأهلي، ولكن انتظروا مفاجآت جميلة خلال الفترة القادمة، انتظروا مفاجآت جميلة خلال الفترة القادمة تخص فريق الكرة بالنادي الأهلي. بقية الألعاب أيضا هناك حاجات كتيرة بتحصل خلال الفترة اللي فاتت، ولكن نحن دائما في قناة النادي الأهلي بننتظر الإعلان الرسمي علشان نقول لحضراتكم بشكل رسمي. ولكن أنا ناس بتقابلني في كل حتة والناس بتشوفني في كل حتة بتقول لي فلان ده خلص، هنجيب مين، هل فلان ده جاي، هل فلان ده مشي، هل فلان ده رايح، هل فلان ده جاي، كل الكلام ده احنا بيبقى عندنا تفاصيل كتير نقدر نتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن دائما من حرص قناة النادي الأهلي ان هي تحرص على شيء واحد فقط، وهو تقديم المعلومة بشكل رسمي، تقديم المعلومة بشكل رسمي. عشان كده لما الموضوع بينتهي بشكل رسمي بنطلع نقوله لحضراتكم على طول، ولكن استنوا الفترة اللي جاية في أخبار سعيدة جدا هتسعد كل جمهور النادي الأهلي. ده كان يوم الأربع 3/7/2019. الفيديو اللي أمام حضراتكم، وأنا آسف جدا معلش والله أنا ما بحبش أعمل كده، ولكن أنا آسف جدا كنت اضطريت إن أنا أعمل كده لأن لقيت الفيديو انتشر يعني، ولكن العقل زينة يعني. أنا قلت برضو أقول لحضراتكم الأمور ماشية إزاي، ده تركب على ده وتقال لك إن هو إيه يعني، ان اسلام كان بيتكلم عن اشرف بن شرقي. اشرف بالمناسبه اشرف بن شرقي لعيب جيد جدا، ما حدش يقدر يختلف على هذا الكلام، ولكن وهو راح نادي الزمالك دلوقتي بالمناسبه برضو، ما اعرفش الناس عرفت اكيد هذا الموضوع. ولكن يا جماعه لما حد يجي يركب حاجه على حاجه ويقول حاجه، يقول حاجه صح، يقول حاجه صح، ما يقولش حاجه غلط. هل انا ما قلتش الكلام ده؟ قلت الكلام ده من سنه وشهرين، من سنة وشهرين، والأربعة مليون دولار دول هم الأربعة مليون دولار برضو، دي بعدين أو دي ماليش علاقة بيها، مش هتكلم فيها لأنها دلوقتي، دلوقتي ما تخصنيش، ما تخصش النادي الأهلي يعني. ولكن من سنة وشهرين أنا بقوله على قناة النادي الأهلي، النادي الأهلي كان عايز يجيب أشرف بن شرقي وكان بالفعل هيجيبه، ولكن الأمور تأزمت في آخر لحظة ولم يتم الاتفاق على الأمر. وساعتها انا قلت يا جماعه في مفاوضات، مفاوضات يعني ايه؟ يعني انا بقول انا عايز ادفع كذا وعايزه بيع نهائي، وحضرتك بتقول لا خدوا اعاره سنه بقد كده والامور تمشي، يا اما نتفق يا اما لا.
فمن سنة وثلاث شهور أو من سنة وشهرين كان في تفكير، ولكن دلوقتي ما عداش حتى التفكير من قدام مجلس الإدارة مثلا، يعني ما عداش من قدامهم اسم مثلا أشرف بن شرقي. لعيب جيد، لعيب جيد، دي حاجة ما تخصناش. أنا بحكلم مع حضراتكم عن اللعيبة لما يتم الإعلان عنها، يعني هتكلم مع حضراتكم عن اللعيبة اللي هتبقى موجودة في النادي الأهلي. لكن مرة تانية معرفش بقى هيحطوا الفيديو ده ازاي ولا هيعملوه ازاي. المرة تانية أنا بقول لحضراتكم ما تقلقوش، اطمنوا عندنا مجلس إدارة ومشرف على الكورة ما عندوش شغله الشاغل دلوقتي إن هو يعمل فريق للكورة.